اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مصاريف قيمه ماليه قليله، اعتقد ان يكون زيرو كمان، ولكن فكر طهوي كبير قوي بنقدمه لحضراتكم النهارده عشان بنحبكم. النهارده هنعمل كبد الفراخ مافن، هنشوف نعمله ازاي مع دبس الرمان. كلنا عندنا كبد الفراخ موجوده في الثلاجه، يا اما شارين فراخ وبنحوش الكبد، وده كان الكلام ده زمان. ممكن نروح على اي بقال دلوقتي ولا اي حد بتاع فراخ هنجيب نص كيلو كبد فراخ، هنعملها النهارده مافن بطريقه الخاصه وحاجه جديده الاولاد يحبوها، لان دايما بيحبوا المافن بالشوكولاته، مافن بالدجاج، مافن بالخضار وهكذا. فنشوف ازاي نعمله بكبد الفراخ ونخلص من الزفاره بتاعتها ونسلقها ازاي ونقدمها لحضراتكم بفكر طهوي جديد. معانا سباكيت النهارده هقدمها لحضراتكم بالمشروم. المشروم غني جدا بالبروتين النباتي، مش لازم نعمل سباكيت نجرسكو بالدجاج او باللحمه المفرومه اللي هو صوص بولونيز، لا هنعملها النهارده بالمشروم مع الوايت صوص والجبنه، برضو قيمه غذائيه عاليه جدا ومفيده جدا للاطفال وكبار السن. معانا كمان المربى النهارده هنعملها فطاير بالجبنه، ومدرسه جديده ان احنا نضيف المربى مع نوع من انواع الجبنه قليل الملح زي الجبنه العكاوي لما بنغسلها ونخلص من الملح بتاعها، او الموزاريلا. الفكر الطهوي الكتير هنا ان احنا ازاي نقلي الفطاير بتاعتنا في قلب الزيت وما تشربش زيت مننا ولا الجبنه تفك في قلب الزيت، يعني هي كده ايه حزوره. هنشوف نعملها مع بعض ازاي النهارده. فكر طهو كتير قليل القيمه الماليه او المصاريف، بسيطه جدا، ولكن عايزك تبقى في المطبخ فاهمه كل حاجه وعارفه انت بتعملي ايه، وده مهم جدا ان انت تقدري انك باقل مصاريف باقل تكلفه ماليه تعملي طبق جديد لاولادك وفكر طهو جديد. هو ده هدف وعنوان الحلقه بتاعت النهارده. اوعى تروحوا بيت، تابعوني بعد الفصل. تعالوا مع بعض على المكرونة ما تستوي شوية نشوف مقادير الفطاير المقلية بالمربى. المقادير على الشاشة، والجديد النهاردة ان الشيف المغازي هيخلي نوع من انواع الجبن، يا اما جبنة حلوب يا اما جبنة عكاوي، تشارك مع المربى. مربى فراولة بقى، مربى تين، مربى برتقال، ولكن افضل انواع المربى اللي ممكن نستخدمها مع الفطاير هي مربى الفراولة ومربى البرتقال. انا بحبها بصراحه جدا، وخاصه لما يبان قدام عينيا قطع البرتقال في قلب المربى، ونفس الموضوع مع الفراوله. المقادير على الشاشه، مربى حسب اللي انت بتحبيها. معانا كمان دقيق، عجينه الفطاير، معانا زيت، رشه ملح صغيره، معلقه سكر، عملنا العجينه جاهزه معانا، الحشوه مربى وجبنه موزاريلا. وهنعمل برده من غير جبنه عشان اللي عايزها مش بالجبنه ياكل. شفت الصوص ده كده اهو، الله. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بنشتغل. معانا عجينه عجناها طبعا، اللي هي عباره عن دقيق ومعلقتين من الزيت ورشه ملح، رشه سكر، والميه الدافيه. هي دي مقادير العجينه اللي هنقليها دلوقتي. العجينه دي بريئه من البيكنج باودر والخميره، ما بيخشهاش لا خميره ولا بيكنج باودر. والمقبى حبيب قلبي حبيب هارتي. عجنا العجينة فردناها بالشكل ده كده ونسواها بالسكينة، اللهم صل على النبي. ونعمل بقى حشواتنا للمربى الحلو، هو ده هو ده هو ده، يا نعم. حاضر، شيل ده خالص اهو زي الفل. يلا اللهم صل على النبي. حط الزيت هنا كده جنبينا، وانا حبيت اخلي الفطاير في الاخر للامانه، يعني عشان نقدر ربنا يكرمنا نعمل واحده اتنين تلاته احنا ووقتنا. ودايما اعلمك حاجه، لما تخش المطبخ وعندك عزومه كبيره ابدأي حط الحاجات اللي بتاخد وقت كبير على النار، الحاجات جهزها من بالليل، حضريها، حله محشي مثلا تاخد منك وقت كبير وهكذا، عشان ما تتزنقيش الزنقه اللي انا فيها ديت. ربنا يفك زنقتنا كلنا. شايفين الجو ده كده؟ الشكل ده كده هو ده. ونفس القصه، نشيل الاطراف تخينه. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟
حشو هنا، مربى، سمسم، جبنه حطيناها في ميه وخدنا الجبنه صفيناها ميه ساقعه بالشكل ده كده. هنجيب معلقه صغيره فكره لطيفه وحلوه. والمربى خلي بالك لازم تكون ماسكه نفسها اهو بالشكل ده كده، وهنا نفس القصه. شفت انا بعمل ايه بقى؟ قصه ان انا اكل فطيره فيها مربى كتير قوي كده، باكل واحده اقول مش عايز، لا طعمها سكر قوي كتير، لا لا لا، خلينا لما نضيف معاها شويه جبنه بقى زي الموزاريلا كده، بس طبعا الجبنه مالحه، فانت حطيها في ميه ساقعه وصفيها من الميه بالشكل ده، ده الجديد اهو. اضافه قليل من الجبنه سواء موزاريلا سواء حلوم اهو. حلو، واخد بقى الفطيره التانيه دي كده. يلا على فين؟ على فين؟ هنا. صلي على الحبيب، هو ده. حلو، ونجي هنا. بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، والشكل ده كده. ثبتناها، هنعمل أربعة كفاية. حلوين دول؟ ونحمرهم في الزيت دلوقتي ونشوفهم مع بعض. شيل بقية العجينة كده، لو معانا وقت نعمل تاني وتالت ورابع، إحنا ورانا حاجة؟ نقطعها كده. أربعة حلوين. حلو أوي. نقفلها كويس وعندنا زيت بيسخن. الزيت سخن كتير غصب عني، شوفوا أنا هعالج الموقف ده إزاي دلوقتي. أهو بجد الزيت سخن أعمل إيه؟ غصب عني. أعيط؟ لا. هقول لك تعملي إيه دلوقتي. بقفلها كده، بجيب شوكة. نعم. أه طبعًا أنت خبير، خبرتك عالية. قال لي تحط ليمون او برتقان في قلب الزيت، الله عليك الله عليك، او تفاح، معانا تفاح اهو. ايه فايده الموضوع هنا يا شيف؟ وجود تفاح ليمون برتقان في قلب الزيت بيمتص غضب الزيت. مدرسه مدرسه بعون الله مدرسه. اه حطه في قلب الزيت، اه خلاص اهدى شويه. لا وهاكل التفاحه دي بعد ما تستوي. اه والله لا كلها بعد الفاصل عادي، بس عشان ما حدش يقول لك ايه الشيف المغازي ضحى بتفاحيه عشان يمتص غضب الزيت. اه 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 زي ما هي كده. على فين يا عم الشيف؟ في قلب الزيت. ده مدلعك النهارده يا استاذ شفيق، خلي بالك. اه انا عايز تجيب الفطاير وهي في قلب الزيت تتنافس مع التفاح. اه التفاح بيعمل ايه هنا؟ بيمتص غضب الزيت. اه لو بقى لي سمك احط ليمون عشان الجيران ما تشمش ريحه السمك. اه تحمري شويه جمبري حلوين، جايبه كيلو جمبري ومش عايزه حماتك تشم خبر انك عامله جمبري مالي، هتجيبي ايه؟ سلايز ليمون وتحطيه في قلب الزيت وانت بتحمري الجمبري. خلصت، احنا محمرين بولت النهارده، ما لقيناش جمبري في الحلقه. الزيت، وجود الليمون في الزيت بيمنع ريحه السمك. يلا باي باي. واحدة أخيرة، اللهم صل على النبي. أه أنا وأنا واقف كده ممكن أعمل 30 40 واحدة للجيران والحبايب، والطبق اللي جاي فيه بصارة يرجع فيه فطاير كده، يعني الجار لجاره. كنا زمان كنت أشوف والدتي الله يرحمها مثلا جارتنا تدينا طبق بصارة، ألاقي طبق البصارة ده تاني يوم راجع فيه جبنة قريش، شوية كشري، حاجة كده لطيفة وحلوة. الزمن الحلو ده. فطاير جواها مربى، جواها جبنه، التفاحية دي هاكلها قبل كل حاجه. شيل الحاجه دي من هنا بقى، بعد ما نخلص كده نعمل لنا شويه حلوين مع بعض. نعم العجينه دي نستخدمها مره واثنين وثلاثه، تلمها زي ما هي كده وتحطها في قلب الثلاجه، تقدري تستخدمها كذا مره وانت شغاله. بنضف مطبخي كده عشان عايز اطلع الفطاير دي كده. عندك مناديل مطبخ، يعني هي مش شاربه زيت والله العظيم، بس لازم تطلعها بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. اهي حاجه لطيفه حلوه. حاضر حاجز لك واحده ومقرمشه مقرمشه. شفت مربى في الزيت؟ الميه تكد، الزيت يكدب الغطاس. حد بيغطس في الزيت؟ حد بيغطس في الزيت؟ اه الزيت يكدب الغطاس. طلع لي مربى في الزيت، بيقول لي المربى ما طلعتش من العجينه. احنا بنهزر يا شفيق، خبرة طويلة، خبرة السنين دي فين؟ اه التفاحة دي،
شوف عادي اطلعها برزنتيشن. دي يا سلام لما احط عليها شويه قرفه وسكر بودر هتاكل صوابعك وراها. قرفه وسكر بودر اللي انا بقوله ده. دي لسه شويه. حلو عينيا. يلا حاضر عينيا. اللهم صل على النبي. دي ممكن نحط عليها بقى ايه للامانه يعني شويه سكر بودر وشويه قرفه حلوين كده. جود يا شيف. فطاير محشيه مربى مع قليل من الجبنه، ده الجديد عشان بدل ما ناكل واحده ناكل اتنين وتلاته. الف هنا وشفا هنقدمها هنا. حلقتنا النهارده بسيطه جدا، ماتيريال بتاعنا ثلاثة تعريفة، ولكن الخبرة الطهوية والفكر الطهوي لا يقدر بالمال. عملنا مافن كبد الفراخ بدبس الرمان، عملنا فطاير لطيفة حلوة العجينة جوه البيت حشناها مربى حسب رغبة ولادك، برتقان فراولة زي ما انت عايزة، تين تبقى لطيفة. عملنا طبق مكرونة، وجبة غذائية متكاملة من البروتين والنشويات والكربوهيدرات اللي موجودة في الطبق، وخاصة كمان الوايت صوص اللطيف الحلو اللي الأولاد بيحبوه. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماسبيرو.